أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات وللمرة الأولى معرض الحديقة السرية المستوحاة من ديكورات المسرحية الإنجليزية الشهيرة، حيث يقدم المعرض سلعا استهلاكية وعربات طعام متنوعة. من منا لا يحلم بامتلاك مشروعه الكبير الذي يدر عليه الكثير من الأرباح، ولكن كل نجاح يبدأ من الصفر، وهكذا بدأت روان شق طريق النجاح من أول عتباته لتحقق أحلامها التي وإن كانت بسيطة اليوم فهي تبشر بمستقبل واعد. بدأنا نشاطنا كنا نحب الأكل الباستا والمكرونة، وإحنا بيتنا يتميز بهذه الأكلة، فحبينا أنه نقدمها للناس، وإن شاء الله مستقبلا راح يكون عندنا تراك نبدأ نبيع فيه الباستا اللي عندنا. إحنا اللي يميزنا أنه سهولة في التقديم، وكمان الطبخ أمام المتذوق أو اللي حياكل من عندنا، الطبخ قدامه يعطي له تجربة مختلفة عن المطاعم الإيطالية اللي موجودة في الرياض. اختلفت المسميات التي جمعت ما بين الشرق والغرب لتلاقي استحسان الجميع كهنادي سناك وكوكي جار. هنادي سناك مختص بأنواع كثيرة من السناك، من سوشي، دايناميت، سندوتشات، ميني سلطات. احنا مميزين صراحة في السوشي. السوشي مثل ما انت عارف أكلة يابانية، احنا سعودناها بطريقة جميلة جدا، عرفنا الناس عليها، جبنا أضفنا نكهات إحنا اخترعناها، نكهات ما هي موجودة في السوشي الياباني، فعرفنا المجتمع السعودي عليه أكثر، الناس حبوه أكثر، هو سوشي وماكي بأيدي سعودية. إحنا عندنا الحين محل بيج فاتشوي كوكي، حاليا صار بادين لنا شهر أو شهرين تقريبا. إحنا ماخذين مسمى الكوكي جار بشكل رسمي، طريقة تقديمنا تكون بالكوكي جارز، وإن شاء الله إن هذا اللي بيكون يميزنا عن غيرنا. كان بدايتنا بحث بالجامعة، كنا نقدمك على الطلبة نفسهم، فهم من نفسهم قاعد يقولون لنا أن صاروا يطلبون منا أن ممكن أن إحنا ناخذه، فإحنا بدأت الفكرة من كذا، صارت بالبداية كنا نوزعها، بعدين صارت قلنا ليش ما نستفيد منها. وتستمر الحكاية مع القهوة المثلجة والعصيرات، حيث أبدع كل من محمد وصلاح في إعداد أشهى المشروبات. بدأنا نشاطنا كنا أنا وأصحابي، جتنا فكرة، شفنا أفنتات، شفنا ناس، فوالله جتنا فكرة استيحاء أن حنا نقدمها بطريقة جديدة من الإبرة. اللي يميزني عن الآخرين أني أنا أقدمها بطريقة جديدة واللي هي الإبرة، وعندنا كمان القهوة الباردة، هذه عندنا خلطة سرية. مجموعة شباب سعوديين ذوي خبرة بالكوفي والخلطات، وطبعا استنتجنا كل خلطاتنا من خلال التجربة ومن خلال التوزيع على الناس، لما توصلنا الحاجة تقريبا ترضي يعني الأغلبية من الأغلبية العظمى من الأذواق، خلطات جديدة بنكهة جديدة. وكانت المعارض والفعاليات التي تقام في مدينة الرياض هي الحاضنة لكل هذه الطموحات والأحلام، ومنها معرض الحديقة السرية. الحديقة السرية هي مقتبسة من الرواية الإنجليزية The Secret Garden. الإقبال جدا رائع صراحة، يعني مع أنه الأجواء يعني كانت متقلبة، لكن صراحة إحنا الإقبال كان أكثر من رائع. The Secret Garden هي أول مرة تقام في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله بإذن الله ما راح تكون الأخيرة. هذه المعارض هي نافذة الشباب الطموح لعرض إبداعاتهم. الأجمل من هذا كله رأيته الشباب السعودي والشابات السعوديات، يعني هم اللي ما شاء الله دائما قائمين على التنظيم والبيع وجميع الترتيبات من وإلى، أنا أشكرهم. جاء معرض الحديقة السرية بديكورات الرواية الإنجليزية الشهيرة ليؤكد أن كل نجاح وراءه قصة وأبطال كما الرواية.